ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض مخلل الزيتون. عايزه اقول لكم بصوا الوانه والخلطه جميله وريحته حلوه جدا. تعالوا نشوف الطريقه بينا هنعملها ازاي. بصي يا حبايبي، ان شاء الله هنعمل مع بعض الزيتون المخلل. انا قطعت هنا فلفل حلقات صغيره، وده كرفس. لو لقيتي كرفس الافرنجي يكون احسن، فانا هحط دول كده هما على بعض. وده جزر انا بشرته برضك، هحطه كده. وده توم، توم كده سليم هنحطه. اما الليمون ده بقى انا هضربه في الخلاط عشان يبقى حتة صغيرة كده بس. انا هوريكم الحاجات اللي هنحطها على بعض وبعد كده هضرب ده. دي عبارة عن هريسة شطة اهي، هاخد منها كده معلقتين. والفلفل اللي انا حطاه ده حراق، يعني الاتنين حراقين. طبعا لو انت ما تحبيش الحراق فعادي ممكن تحطي اي حاجه تانية. ماشي، هقلب بقى الحاجات دي كده. خلاص احنا كل ده لسه ما حطيناش الملح، فانا هحط الملح مع الليمون في الخلاط. ماشي، هضرب انا بقى الليمون ده وارجع لكم. بصوا ده الملح، انا حطيت الليمون اهو في الشفشف، هحط كده شويه ملح. ماشي، وده خل، انا هحط حبه الخل دول اللي هما كده صغيرين يعني. بس هضربهم بقى وارجع لكم. ده الليمون اهو، بعد انا ما ضربته بصوا انا عايزاه كده حتت، يعني ما تضربوش قوي ان هو اتنعمي. هقول بقى ان دي طريقه ماما، هي شاطره قوي في المخللات، وكان يعني كنت اخد معايا مخلل الشغل او كده معايا، كان بيحب اقول المخلل بتاع ماما، يعني اي مخلل بصراحه هي بتعمله بيبقى حلو. فهي دي طريقه ماما مش طريقتي يعني. بص بقى شكله الوانه فظيعه، وريحته الليمون بقى طالعه، والثوم والحاجات دي ريحه حلوه قوي بجد. شكله ما شاء الله، شكله حلو جدا والالوان حلوه كده. انا بس ايه هدوق كده اشوف الملح، هو حلو بس حراق قوي يعني، بس حلو. بص بقى ده البرطمان اهو، انا غسلاه كويس ومعقماه. اول حاجه هعملها هاخد بس طبقه من دول كده، هفرش بيها بس كده في البرطمان. وهخلي كده حبه على جنب عشان هحطهم على وش البرتقال. ماشي، فاهو
هخلي دول اهم على جنب. دول بقى هنعمل فيهم ايه؟ ده الزيتون انا نقعته يوم، يعني عملت كده فيه فتحات اللي هي علامه الزائد دي، وحطيت فيه ملح، وبقيت كل شويه اقلب واصفي منه الملح حوالي 3 4 مرات يعني في اليوم اللي انا سبته فيه، وشطفته كويس وصفيته. هحط بقى هنا بقى مش هينفع اعمل بالمعلقه، لازم اعمل بايدي. هقلب بقى كل ده كده في بعض. لازم الزيتون يتغطى كويس قوي بالخلطه دي. الخلطه دي بقى ينفع تعملي بيها اي مخللات، اي نوع مخللات. ما عدا الجزر، يعني انت ينفع تعمليها في الخيار نفس الخلطه دي بس تشيلي منها الجزر، وينفع تعملي بيها بردك الليمون بس بردك تشيلي منها الجزر. يعني هي بس الجزر بنحطه بس في الزيتون، واللي عاوز بردك يعمل الزيتون من غير الجزر ده عادي، يعني المتوفر عندك اعمليه، ما توقفيش على حاجه. بصوا انا كده خلاص اهو غطيت الزيتون كله. بصوا اهو هبدا بقى هاخد واحط. طبعا دي طريقه بقى ست الكل، عايز اقول لكم ان هي يعني ايه ما شاء الله عليها في الاكل وفي المخللات. هي وحماتي بصراحه اكلهم حلو جدا. في كده بردك كام طريقه اتعلمتها من حماتي وحاجات كده جديده، يعني ما شفتش حد عملها قبل كده، فهبقى اعملها معاكم. يعني يعني صنف حلو وصنف حادق. انما ماما بقى بصراحه بتعمل كل الحاجات الجديده دي، يعني ماما مدر حبه كده، بتقعد تعمل لنا كده اختراعات كده وحاجات، بس بتطلع معاها احلى ما احنا ما بنعملها بصراحه. يعني هي ما شاء الله عليها. ده كيلو ونص زيتون، انا مش جايبه كتير زيتون، وحطيت عليه دول اربع حزم كرفس اللي هو العادي بتاعنا ده مش الافرنجي، عشان انا ما لقيتش خالص بصراحه افرنجي. وحطيت عليه ربع فلفل مقطع، وده بردك نص جزر مبشور، وايه تاني، والليمون نص كيلو. ده نص كيلو ليمون على فكره، ان انا عملته ده نص كيلو ليمون، والنص التاني انا حطيته في مية يتغلي، عشان انا هحط بيه هحطه يعني على الزيتون وكده. اجي بقى هنا هحط حبة المية دي. بص شكل المخلل عامل ازاي، احنا كده لسه محطناش بقى الميه كمان. دول الحبه اللي انا قلت هخليهم في الاخر خالص، بردك انا مش هحطهم الا لما انا اسقي الزيتون بالميه. ماشي، فانا ايه مستنيه بس الميه تبرد وهنحط الزيتون عليه على طول. بصوا ده الليمون، انا كان عندي ليمون قديم فلقيته يعني ايه قرب يبوظ، بس مش اللي هو باظ يعني، لا يعني هو كان لونه اخضر وبدا ان هو يدبل كده شويه، فانا استغليته بقى جبت بس نص الليمون الاصفر اللي هو انا ضربته في الخلاط عشان احطه على الخلطه دي، وخدت بقى اللي كان عندي ده
قسمته كده نصين وحطيته في ميه وغليته. طبعا هي الميه بصراحه سخنه، فانتي تستني عليها لما تهدى شويه ونحطها في الزيتون، لان يعني انا سبتها هديت شويه وبرضك هحطها هنا، لكن مش هقفل على البرطمان لغايه لما تبرد، عشان لو هي قفلت عليها وهي لسه دافيه او سخنه هتعمل حاجه من الاتنين، هتعمل بخار في البرطمان وكده يبقى انت الزيتون بتاعي باظ، لان هيبقى دخله الندى بتاع الميه اللي هو بتاع البخار ده وهيعفن منك. فانت قدامك حلين، تحطيها لما تهدى شويه معاكي، او انك تحطيها بقى عليه كده وما تقفليش البرطمان. اهم حاجه انك تغطي كده الزيتون كده اهو، غطيت بقى الزيتون بالميه، هحط بقى باقي الخلطه دي كده اهي. والله لو تشم ريحه الخلطه دي فظيعه، يعني تتاكل هي كده اساسا لوحديها. احنا لما كانت ماما بتعمله كنا ننقي الثوم، بس هي بقى ماما بصراحه كانت بتحط توم كبير، انا اللي كان عندي توم صغير كده، فكنا ننقيه وكنا ناكله كده، كان بصراحه طعمه حلو قوي. اهو انا كده حطيت اهو، هعمل ايه بقى، هجيب طبقه هريسه تاني اهي، بصوا، وهحط كده اهو، هفرشها كده عليه اهو كده من على الوش. هاخد بقى الليمون ده واحطه كمان هو كمان كده على الوش. انا هنا حط ميه كتير. عايزه اقول لكم على حاجه بقى، انا ليه هنا ما حطيتش خل ولا ملح مع الليمون، لان انا بصراحه هستغل ميه الليمون دي اللي فضلت مني دي، هستغلها في ان انا هستعملها احطها على صابون المواعين وبملا ازازه منها بنضف فيها، فعشان كده انا ما رضيتش احط عليها خل ولا الملح. كده انا اهو مليته، هحط بس حبه ميه كده كمان، هو لسه فيه ليمون فانا هحطه كله هستغله، يعني عشان خاطر لو لا قدر الله يعني عمل معاكي وش او اي حاجه، تبقي انك انت ترمي الليمون، مش قشر الليمون ده، مش الزيتون، بس ان شاء الله يعني مش هيحصل، ان شاء الله يعني نقدم المشيئه كده عشان ربنا يكرمنا. معلش بقى هو الفيديو طويل عليكم، بس انا قلت اعمل معاكم كل حاجه بالتفاصيل اهي، عشان ما يبقاش في حاجه عدت مني او حاجه انا ما قلتهاش او حاجه عملتها بره التصوير. اهو كل حاجه اهي كانت قدامكم. بصوا بقى الميه اللي فضلت دي قد ايه، دي بقى انا هستغلها في صابون المواعين وفي غسيل الهدوم، بحط منها على فكره، وفي التنظيف البوتاجازات والفرن بتنضف حلو جدا. فاضل اخر نقطه، هنحط بقى حبه زيت كده على الوش. انا
احنا كده خلاص. طبعا زي ما قلت لكم مش هنقفله لغايه لما يبرد عشان ما يعملش معاكي ندى وكل اللي انت عملتيه ده كده راح على الفاضي وباظ ماشي. فانا هسيبه لما يبرد. وده كان المخلل بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس ويا رب يكون عجبتكم الطريقه، طريقه ماما طبعا حبيبتي. واشوفكم على خير. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده مش هنعمل اكل، هنعمل النيش. انا غيرت اللون النيش من اللون البني للون السيرفر. دوت النيش كان لونه بني كده، كان لونه كئيب شويه، والوردات والحاجات دي كانت متلونه بدرجات البني كده، ما كانش عاجبني بصراحه. فجبت الاسبري الرش، اخد مني 2، الواحده ب15 يعني النيجا اخد 2 ب30 جنيه. وبدات ارشه كده لغايه لما نشف ورديته رش. ده النيش بعد ما نشف، انا بدات بقى ازوق في الحاجات دي. كل الحاجات دي انا لزقها بالشمع، بمسدس الشمع. حتى اللي هو شريط السيرفر ده انا برضك عاملاه بالشمع، مش عاملاها باسمه الغيره ده، لا مش مستعملاه. انا مستعمله كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي بالشمع، بس كنت بحط شمع كتير عشان نلزق قوي ويفضل ثابت معايا. بدات اقص بقى شريط الساتين كده على قد، وجبت قطعه شريطه كده صغيره حطيتها على الايد، وبعد كده حطيت حواليها فصوص كده من اللولي عشان يكسر اللون برده بتاع السيرفر ده. وبقيت اقص على قد كده الجناب، وعملت داي ما يدور حوالين البرواز بتاع الازاز اللي هو باين دوت، يعني ما كنتش بوصل لتحت خالص بالشريط الساتان يعني. وبصوا الايدين شكلها جميله ازاي من بعيد. حتى المفتاح انا برضك رشيته، هو كان لونه ذهبي رشيته، ودا منظر حلو. طبعا هو الخشب اللي جوه كمان عاوز يترش، بس انا بصراحه ما قدرتش يعني، تعبت، كان اخد مني وقت طويل. بصوا ده فصوص اللولي، بدات اوزعها كده. دي ورده كبيره كده انا حطيتها في النص، وحطيت حواليها فصوص اللولي. وبرضك نفس الحكايه في الرسمه دي، حطيت وحطيت من هنا كده فصوص كده عامله زي الالماس كده. ودي ورده شمع، هي مش باينه، ورده شمع انا عاملاها بالشمع يعني، ورشها كده سيرفر. بصوا يعني التفاصيل دي مديه شكل حلو قوي. اهم حاجه ما تبقيش عامله بس زحمه، يعني تمشي كده بالتفاصيل، حاجات بسيطه كده ورقيقه، وهيديكي نتيجه هايله جدا. اظن لو انت روحتي جبت واحد جديد مش هتجيبيه اقل من 5 6، انا معرفش دلوقتي الاسعار ايه بصراحه، بس يعني هتبقى في الحدود ديت، ومش هتجيبيه بالشكل ده. انت تعملي حاجه على مزاجك وبالشكل اللي انت عايزاه، واداني شكل فخم جدا، محدش يتصور ان ده شغل ايد. دي الحاجات اللي انا استعملتها بقى في تغيير النيش. ده الاسبري الرش السيرفر، طبعا انت ممكن تستعملي اي لون انت عايزاه، بس انا عشان بحب اللون السيرفر قوي. وده شريط الماس كده بيتباع، ده انا قسمته نصين وبدات اللي هو ازوق بيه. النيش اخد مني 2 من الرش ده، والاتنين الواحد ب15 يعني، النيش اخد مني 2 ب30 جنيه، وشريط الستان ده ب40، الالماس ده ب40 جنيه. بس بصوا انا عملت منه كذا حاجه، توابل وبتاعه المعالق وبتاعه السكاكين، وكمان طبق التسالي بتاع اللب والحاجات ده. بصوا ده كان ابيض كده ساده، وكانت القعده دي كانت قاعده خشب، زوقته كده بردك. وانا بعد ما رشيت السيرفر ده رحت جايبه برونز، ورحت رشه ده. طبعا في على اليوتيوب هتلاقوا، انا منزله فيديو بتاعه التسالي دي وبتاعه التوابل بالتفاصيل عملتها ازاي. بصوا دي قاعده خشب، يعني هي حتى في حته ما ترشتش كويس وباينه اهيت. انما بتاعه المعالق وبتاعه السكاكين انا ما صورتهمش يعني، ما عملتلهمش فيديو.
وضيت مسند، وده كان لونه الحديد اللي انا متعلق فيه الطاسات ده كان لونه اسود، انا برضك رشاه كده. ودي وردات شمع، انا جبت شمع وحطيته في القوالب بتاعت الشوكولاتة دي، وثنيت لما نشف ورشيته باللون السيرفر دوت. دي بقى الحاجات كلها. بصوا اللي ده الكيس ب5 جنيه، بصوا من كمية قد ايه. الوردة دي ب2 جنيه، ودي قبل ما اعرف اعمل اللي هو الورد بالشمع. بعد ما بقيت اعمل ورد بالشمع طبعا ندمت ان انا جبته. وانتي بقى ممكن ترشيه ابيض احمر بمبق، الالوان اللي انتي عايزاها رشوها، يعني الاسبري ده في منه جميع الالوان. والكيس من ده برضك ب5 جنيه، وده كيس منه ب5 جنيه. انا جايبة حجمين يعني 10 جنيه، كيس ب5 من ده وكيس ب5 من ده. تعالوا بقى نحسب كده الحاجات دي كلها كلفتني كام. بصوا بقى الاسبري شريط الستان ده ب15 جنيه، اللي هناك ده ب15 جنيه. بصوا دي 40 خلاص، والاسبري 30 عشان خد 2 يبقى 70، ودول 4 انواع ب20 يبقى 90 جنيه. 90 جنيه، والبتاع الشريط اللي هو السيرفر دوت ب15 جنيه، ادي 105. يعني النيش بالحاجات اللي انا غيرتها في المطبخ كل التكليف 105. يا ريت بقى ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو عجبكم التغيير اللي انا عملته ده، والتكلفة بسيطة جدا. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض طاجن بطاطس، تعالوا بينا نشوف الطريقة. ان انا سخنت الحلة كويس جدا والسمنة، وبعد كده نزلت باللحمة. اللحمة انا مقطعة قطع صغيرة عشان ما تاخدش معايا سوا كتير، واديتها صدمة، وهفضل اشوح فيها لغاية ما تاخد مني لون. بصل بودر، قرفة، فلفل اسمر، وده حبهان، وكبيبة صيني، وقرنفل مطحونين، وحطيتهم. وبعد كده حطيت البصل وهبدأ اشوحهم شوية. وبعد كده هنا بعد ما شوحتها شوية بالبصل وبدأت تنزل كده مية، حطيت معلقة صلصة. لو انت مش عايزة تحطيها ما تحطهاش، يعني هي مش ضرورة قوي يعني، بس انا بحبها. بعد كده هتغطيها بقى وتسيبيها. دي اللحمة بعد ما هي استوت، يعني انا حطيت لها دي تالت مرة احطها مية غير المية بتاعتها. رحت مقطعة معاها بطاطسية كده، حطيت البطاطسية اخر حاجة بس عشان ما تتهريش، وحطيت الملح. دي بعد اللحمة ما استوت هحطها بقى في طاجن وادخلها الفرن تاخد لون بس. ده الطاجن بعد ما طلع كان طعمه وريحته جميلة جدا. انا قدمت معاه رز ومخلل يعني وسلطة. يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير يا رب. تعالوا بقى نشوف الطريقة ازاي. انا اول حاجة عملتها جبت الصاج بتاع الفرن، غلفته بورق الومنيوم عشان لو وقع اي حاجة يعني. وجبت بصلاية كبيرة وقسمتها نصين، عملتها زي قاعدة وحطيتها في طبق فخار، وبدأت احط البصلاية وبعد كده طماطمية وفلفلية وواحدة برجر، ده البرجر اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض، واحط شريحة الجبنة، وهرجع تاني احط فلفل وبصل وطماطم وهكذا لغاية لما بتخلصي الكمية اللي انت عايزاها. اهم حاجة في الموضوع ده كله ان انت تعملي الكمية على قد ما هتاكله، يعني بلاش تعملي مثلا كمية وتقعديها لتاني يوم او تالت يوم. الحاجات دي بتبقى حلوة قبل لما بتتاكل في وقتها. دي حاجة. الحاجة التانية، انت الطريقة دي ممكن تعمليها بقى في اللي هو بفتيك بتاع اللحمة، بس تنقي قطعية كويسة في اللحمة عشان ما تشدش معاكي. ممكن تعملي بنفس الطريقة دي برضك شاورمة فراخ، بس من غير بقى ما تحطي الجبنة، يعني تحطي طبقات الفراخ وتحطي معاها من على الوش كده اللي هو المنديل بتاع الضاني او حتة لية. طبعا انا هعمل معاكم الشاورمة بتاعت الفراخ، بس انا بقولكم على الافكار دي عشان لو حد عنده مثلا بانيه او عنده بفتيك وعاوز يجرب الطريقة دي. اولا حلوة جدا وهتعجبكم قوي. انا بعد بقى ما رصيت الرصة دي كلها كده
انا عملت هنا 6 قطع برجر ومعاهم 6 شرايح الجبنة. في الاخر خالص هحط حته ليا، انا هنا اما لقيتها مش عايزه تقعد رحت جايبه خضار من اللي انا مقطعاه ده وبدات احطه في جانب كده من جنب الفخار بحيث ان هو يسندها لي من جوه الفخار عشان يسندها لي وتفضل ثابته كده معايا. انت ممكن تحطيها بقى في نص بطاطسايه، بس عشان انا كنت خلاص حطيته رصيت البطاطسايه ممكن هتثبت معاكي اكتر. في الاخر بقى هتحطي حته ليا او منديل دي عشان لما مع السخونيه هتنزل عليها طعم والريحه بتاعتها. دي الشاورما اهي بعد ما طلعت، بصوا هتلاقوها اتكشت كده شويه عشان طبعا الطماطم والبصل والفلفل نزلوا السوائل اللي فيهم، ودي حته اللي هي بصوا برده اتكشت واحمرت كده شويه. انا هنا بقى هبدا اقطعها، انا عملت جنبيها صوص جبنه وبطاطس محمره وهقدمها في عيش كايزر، عندك عيش سوري حطي فيه. انا هنا هقطعها، لما جيت قطعتها بصراحة لقيتها لسه عايزة سوى شوية، بس هي كانت مستوية يعني، بس يعني انا بحب اللحوم بالذات مستوية قوي. فانتي ممكن تسيبيها فترة اطول في الفرن، انا سبتها نص ساعة، انتي ممكن تسيبيها فترة اطول، بس عشان انا كنت حطيت صوص الجبنة ولما جيت قطعت فلقيتها يعني لسه يعني لسه مستويتش قوي. انتوا هتشوفوها تقولوا ان هي مستوية، بس انا بالنسبة لي لا. طبعا فروحت واخده اللي انا قطعته ده بقى قطعتها حتت كده وحطيتها شوحتها تاني في طاسه مع حته ليا تاني جديده غير الليا دي وعشان تدي طعم وريحه بردك حلوه. بصوا ده كده بالنسبه لناس كتيره ان هي مستويه، بالنسبه لي انا لا، بس عايزه اقول لكم بصوا لما اتقطعت بصوا شكلها ما شاء الله حلو جدا والطبقات باينه فيها كده وحلوه، وعايزه اقول لكم الطعم مش هتحسوا ان انتوا بتاكلوا برجر، هتحسوا ان هو برجر على شاورما، يعني حاجه كده ميكس بس طعمها حلو جدا. تعالوا بقى نشوف انا عملت ازاي صوص ده. بقى انا جبت العيش الكايزر فرق حطيت فيه صوص الجبنه، الجبنه فيها قطعه كده ده قطعه جبنه شيدر ما كانتش ساحت، لان انا جايبه اللي هو الكيس جبنه شيدر على رومي كده بيتباع عند السوبر ماركت يعني. بدات بقى احط الشاورما، بص انا هنا بعد ما شوحتها مع صوص الجبنه ومع حته اللي هي اديتها طعم تاني والبصل والحاجات اللي هي كانت معاها ده بصراحه كان طعمها حلو جدا والله، جربوها مش هتندموا. دي قدمتها مع بطاطس، وده كان حبه خضار كان باقي فانا فرشته في الصاج وانا بدخلها الفرن وزوقته كده بيه وحطيت على البطاطس صوص الجبنه. الجبنه بقى انا عملت فيها تكه، لما نيجي نعملها هقول لكم ان ايه التكه اللي انا عملتها. بس الفكره عامه حلوه وحاجه جديده. طوري ده نص كيلو لبن خليته لما دفي شويه، انا ما عنديش جبنه شيدر ولا اصفر ولا احمر فانا اتصرفت، كان عندي جبنه موزاريلا ده عباره عن نص كيلو، اشتريت بس ربع كيلو جبنه شيدر على رومي بيبقى ماكس كده بيتباع، ربع كيلو ب10 جنيه ونص كيلو دوت ب20 جنيه موزاريلا، وكيس لبن ب5 جنيه. المهم انا حطيت كمان سنه لون اصفر قعدت ادوب فيها اقلب فيها عشان الجبنه ما تتلسعش مني لغايه لما تسيح. ده صوص الجبنه بعد ما خلص، انا حطيت عليه رشه جوز الطيب وحبهان مطحون وقرنفل وكبيبه صيني مطحونه عشان يديني طعم حلو. ده البرجر بعد ما خلص، برجر شاورما، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وهتلاقوا المقادير في صندوق الوصف، ويا رب تكون الفكره عجبتكم. وانا قلت لكم على افكار داخل الفيديو يعني انكم تعملوها، اللي موجود عندكم في البيت اعملوه وان شاء الله هتعجبكم واشوفكم على خير.